الثاني من نوفمبر اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، اختارته الأمم المتحدة إحياء لواقعة اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي عام 2013. غالبا ما يفلت مرتكبو الجرائم بحق الإعلاميين من العقاب، لذا كان لابد من يوم ينصف الصحفيين الذين لا يملكون شيئا غير كتاباتهم وأصواتهم، ويذكر العالم بالجرائم ضدهم وبضرورة ملاحقة مرتكبيها لضمان عدم إفلاته من العقاب وعدم تكرارها. لكن ماذا بالنسبة لليمن التي تشهد أسوأ فترة تمر بها الصحافة وتتزايد فيها الانتهاكات ضد الصحفيين؟ أعوام أربعة ملطخة بدم الصحفيين، هذا ما ذكرته نقابة الصحفيين اليمنيين، والتي وثقت مقتل 26 صحفيا معظمهم على يد ميليشيا الحوثي، أربعة منهم قتل خلال العام الجاري، بالإضافة ل 35 حالة انتهاك خلال الربع الثالث من عام 2018، فيما تستمر ميليشيا الحوثي باختطاف 14 صحفيا ترفض الإفراج عنهم، وتنظيم القاعدة يواصل اختطاف الصحفي محمد المقري في محافظة حضرموت. الصوت الآخر غير مقبول حاليا في اليمن، فكيف إذا كان هذا الصوت عاليا ويوثق جرائم الحرب وأحوال الناس الكارثية؟ رصاصة واحدة أو قذيفة أو ربما سجن ذو أربعة حيطان هو ما يلزم للقضاء على هذا الصوت، ومنه القضاء نهائيا على حرية التعبير. يقتل الصحفيون في اليمن ثم لا ينال القاتل العقاب، بل تزداد الجرائم ضدهم ليقتلوا أكثر من مرة، مرة في موتهم ومرة حينما يتكرر فعل القتل ويستهدف أكثر من صحفي، ومرة ثالثة حين يبقى الفاعل المعروف دون عقاب.